من الإمارات إليكم مشاهدينا وفي الحلقة. قمة بلومبرغ في أبوظبي تجمع نخبة من رواد المال والأعمال والاقتصاد. وفد رفيع المستوى من الغرفة الأسترالية يزور الفجيرة. ورهان الإمارات على الثقافة والتسامح يدعو إلى التفاؤل. إلى جولة إخبارية موجزة، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في مدينة الشيخ زويد في سيناء، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعثا برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. على صعيد آخر، وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة بمساواة معاشات المتقاعدين من أبناء إمارة الشارقة مع ملاك الكادر الاتحادي التي يصرفونها من هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بمعاشات متقاعدي الإمارة على ملاك الكادر المحلي الذين يتقاضونها من صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، ليكون الحد الأدنى للمعاش 17500 درهم بأثر رجعي من أول يناير 2018، وسيحول فرق المعاش إلى حساباتهم مع بداية مايو المقبل بإجمالي يصل إلى 65 مليون درهم. وفي هذا الإطار قال سموه إن 17500 درهم هو الحد الأدنى لمستوى المعيشة الكريمة دون التزامات أخرى، متمنيا سموه العيش الكريم لكل إنسان بأن يحصل على السكن المناسب والتعليم لأبنائه والاستقرار والهدوء وتكوين الأسر الطيبة. في شق مغاير، افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة دورة 15 للمؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2019 الذي يقام للمرة الثانية على التوالي في مركز الحمراء الدولي للمعارض والمؤتمرات في إمارة رأس الخيمة تحت شعار التوافق من أجل النجاح. وفي كلمة ألقاها صاحب السمو حاكم رأس الخيمة جاء فيها: في رأس الخيمة نفخر بأن السياحة شهدت نموا هائلا، حيث بلغ عدد السياح 1 مليون سائح في العام الماضي، ولقد شهدنا تقدما واضحا في التعلم والصحة والمستوى المعيشي، ومع ذلك ما زلنا نطمح لمستقبل أكثر إشراقا وتميزا، مشيرا سموه إلى التنوع الذي يعد قيمة تنافسية بالنسبة للإمارة. فتنوع القطاعات والصناعات والفرص التجارية والاستثمارية يفتح المجال للمزيد من الازدهار. وكرم المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2019 صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة باعتباره القائد المتميز، وتم منح سموه الجائزة لما حققته الإمارة من إنجازات استثنائية ونمو مستمر في قطاعي السياحة والضيافة. في وقت سابق، افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي الذي أقيم في مركز التجارة العالمي في دبي برعاية جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بحيث يعد المؤتمر والمعرض من أكبر المنصات المختصة بالتقنيات الحديثة في منطقة الشرق الأوسط الذي يسلط الضوء على الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي
الروبوتات والبلوك تشين والعملات الرقمية وتعلم الآلة. وجلى سمو في المعرض المصاحب والمقام على هامش المؤتمر، حيث اطلع على جانب من المعروضات والتقنيات الحديثة وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الهوية الرقمية والمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية، والتي أصبحت تحرك المنظومات والمشاريع التنموية العالمية. إلى موضوع آخر، حيث أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، أكد أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى تشكيل منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تقوم على تطوير هذا القطاع وتعزيزه بأطر الحوكمة والأخلاقيات، إدراكا لأهميته ودوره الحيوي في تطوير قطاعات مستقبلية جديدة تعود بالخير على المجتمعات. جاء ذلك خلال معالي مذكرة تفاهم مع سيد حشيش المدير العام الإقليمي لشركة مايكروسوفت الخليج لتعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي وأطر حوكمته في دولة الإمارات، من خلال صياغة مجموعة من المفاهيم والاستراتيجيات والأفكار المستقبلية ودراسة آليات إنجازها وتنفيذها. وقال معالي إن حكومة دولة الإمارات تركز على تعزيز الابتكار في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل تعزيز ريادتها العالمية عبر تهيئة البيئة الحاضنة للتكنولوجيا المتقدمة والاستفادة أيضا من مخرجاتها في عمليات التطوير الشاملة. في خبر يختص بوزارة التربية والتعليم في الدولة، وقعت الأخيرة مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية الشقيقة لتطوير منظومة التعليم الرقمية، كما وقعت عدة جامعات إماراتية اتفاقات توأمة مع نظيراتها في المملكة. جاء ذلك خلال مشاركة الوفد الأكاديمي الإماراتي في فعاليات الدورة الثامنة من المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في العاصمة الرياض، حيث شهد توقيع مذكرة التفاهم مع علي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم لدى الدولة، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم في المملكة العربية السعودية. وتركز مذكرة التفاهم على تطوير منظومة التعليم الرقمية وبناء منظومة رقمية تكاملية للتعليم في الدولتين، تتيح المعلومات الرقمية للطلبة والمعلمين والمناهج، وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي والبيانات. إلى الصفحة الاقتصادية، حيث انطلقت أمس أعمال قمة بلومبرغ في العاصمة أبوظبي بحضور نخبة من رواد المال والاقتصاد والهيئات التنظيمية والمبتكرين لمناقشة أهم الفرص والمخاطر التي تواجه المستثمرين في ظل حالة التقلب التي تشهدها الأسواق. وتناولت القمة مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية تتنوع بين الاستثمار في مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط والمرحلة المقبلة للقطاع النفطي وفرص الاستثمار في العالم الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي وأمن الفضاء الإلكتروني. الإمارات أولا ملتزمة بحصتها في الخفض، ومن أكثر الدول التزاما بنسبتها في الخفض، ولن تزيد إنتاجها إلا إذا كان بالتنسيق مع باقي دول أوبك والدول من خارجها. القدرة على الإنتاج تختلف عن الإنتاج نفسه. القدرة على الإنتاج، نحن عندنا الاستطاعة إلى أن نصل إلى 3.5 مليون برميل، ولكن هذا لا يعني أننا سوف نقوم بإنتاجها. كذلك المملكة عندها قدرة إنتاجية كبيرة، ولكن نحن ننتج ما يحتاجه السوق. نحن ملتزمين كذلك أن نبيع للجهات اللي تستخدم هذا النفط وتقوم بتكريره وتستخدمه، لا تقوم بتخزينه ويؤثر على يؤثر على الانفنتوريز وانها تزيد. آه
الإنتاج شهر مارس اللي أعلن، شهر مارس اللي دايركت كوميونيكيشن كان 3 مليون وأعتقد 43 ألف، وحصتنا نحن المحددة 3 مليون تقريبا و72، فنحن أقل من حصتنا في شهر أبريل. ويعني نهدف إلى أننا نكون في حدود 100% ومش أقل من كده. ما حد يعرف، نحن نراقب، العملية لم تنتهي بعد، لازال لدينا المزيد من الوقت. عندنا اجتماع للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، وراح يكون إن شاء الله في جدة، وهناك سوف ننظر إلى نتائج شهر أبريل. شهر مارس كان جيد، أحسن من شهر فبراير نتائج الالتزام، ونتائج شهر مارس كانت أفضل مثل ما قلت لكم. نتائج شهر أبريل نتوقع أنها تكون كذلك مشجعة وتكون كويسة، وإن شاء الله يعني تدريجيا أن نصل إلى هذا التوازن. روسيا ملتزمة معانا، والتزام روسيا ارتفع كذلك في شهر، ارتفاع التزام روسيا والعراق ارتفع في شهر مارس، وننتظر إن شاء الله شهر أبريل. قائمة بلومبرغ للاستثمار توفر منصة لمجتمع المال والأعمال للاطلاع على آخر المستجدات حول العالم بهدف الحد من المخاطر وإيجاد الحلول الواقعية من خلال إلقاء نظرة على المستقبل بما فيه من فرص وتحديات. تعزيزا وتطويرا لأطر التعاون الاقتصادي والعمل على تأسيس شركات طويلة الأمد مع أصحاب الأعمال في إمارة الفجيرة، قام وفد رفيع من الغرفة الأسترالية العربية للتجارة والصناعة برئاسة رولان جبور بزيارة خاصة إلى مقر غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حيث جرى التباحث والتداول في سبل توطيد علاقات التبادل التجاري والصناعي بما ينعكس إيجابا على الجانبين. دعونا نتابع سويا التقرير التالي. اليوم استقبلنا في هذا الصباح وفد من استراليا الشقيقة، يعني يزور دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارنا في هذا الصباح، واجتمعنا طبعا بالوفد، واستمعنا من الوفد الكريم يعني المنتجات والخدمات اللي تقدمها استراليا، وكذلك الجانب الاماراتي من الفجيرة، رجال الاعمال الحقيقة عرضوا ما لديهم من خدمات وما يقومون به من اعمال. وهذا طبعا دور غرفة الفجيرة ودور الغرف أن تعرف رجال الأعمال المحليين واللي جايين من خارج الإمارات والخدمات التي يتمتع بها رجل الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة من كل النواحي، يعني من تسهيلات الخدمات، التصدير، الاستيراد، اللوجستيك، الاتصالات. هذه الحقيقة خدمات موفرة بكثرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن كغرفة الفجيرة دورنا الحقيقة نأتي برجال الأعمال من خارج الإمارات لنعرفهم بما تقدم غرفة الفجيرة وما تقدم إمارة الفجيرة من خدمات لهم. تم استضافة وفد غرفة التجارة العربية الأسترالية اليوم في إمارة الفجيرة، لأنهم يعتبروا وفد غرفة التجارة الأسترالية كغرف متميزة وغرف كبيرة وعريقة. بالحقيقة هناك تربطنا علاقة قوية ما بين غرفة الفجيرة والغرف التجارية على مستوى الدولة وخاصة أستراليا، حيث بلغ الاستثمار أو التبادل التجاري ما بين إمارة الفجيرة وما بين أستراليا تقريبا ما يقارب 232 مليون درهم.
هذا في عدة مجالات استثمارية في المجال صيانة الطائرات والخدمات البحرية وكذلك تمويل السفن. هناك خدمات كثيرة. نحن نهتم كثيرا بالشراكة مع الجانب الأسترالي بما يخص الخبرات والتكنولوجيا. يعني نتمنى أن تكون هذه الزيارة إن شاء الله كبادئة عمل وخير جديدة للجانبين، أن نستفيد من القدرات والخدمات و يعني الصادرات الأسترالية، وكذلك الأستراليين يستفيدوا من الخدمات وكذلك الصناعات الموجودة عندنا في إمارة الفجيرة. تم دعوتهم للاستثمار في إمارة الفجيرة، وتم اطلاع الوفد على كافة المرافق الخدمية والمرافق الصناعية وكذلك المنطقة الحرة، وعندنا ميناء الفجيرة وعندنا مطار الفجيرة، والاستثمار في المجال البترولي وكذلك الاستثمار في مجال النقل ومجال اللوجستيك. إمارة الفجيرة تحتل مرتبة عالمية تعتبر على مستوى العالم في مجال البنكرينج، فتم التواصل معهم مع بعض الشركات اللي ممكن أن تأتي في مرات زيارة أخرى للاستثمار والاطلاع المقترب على الفرص الاستثمارية. كذلك عند موارد طبيعية موجودة في إمارة الفجيرة، تم اطلاع الوفد على ما هي المواد الطبيعية الموجودة في إمارة الفجيرة للاستثمار في هذا المجال. It's an absolute pleasure for us to be here in the Emirate of Fujairah. Visiting the United Arab Emirates is not new. We come to the United Arab Emirates quite frequently. Australia and the United Arab Emirates enjoys a very strong, friendly, mutually respectful relationship that goes back for many decades now. We consider the United Arab Emirates as a strategic partner for Australia in this part of the world, in the MENA region. We are currently doing in excess of $10 billion in terms of trade and investment between the two sides. That's two-way trade. There are also billions of dollars in two-way investments on both sides. We see enormous potential to grow this relationship. We do have a very strong platform on which to do this. We are here in the Emirate of Fujairah today. We've had the opportunity to visit your port. It's a significant infrastructure. We are very, very impressed by the opportunities that such an infrastructure provides for the Emirate of Fujairah. So I think one of the valuable outcomes we've achieved here is the synergies between Fujairah, the Emirate of Fujairah and Australia as well, in establishing what sectors and what synergies between these two sectors can actually complement each other to support the economic growth and to support the future of the Emirate of Fujairah. And Australia says Australia has significant synergies with this Emirate. So we're looking forward to be here. We've had some wonderful outcomes, and I think I want to thank obviously the Emirate of Fujairah, the Chamber of Commerce, for welcoming us as a delegation. تجاوز حجم التبادل التجاري بين الفجيرة وأستراليا عتبة 232 مليون درهم في 2018، في ظل وجود 12 شركة أسترالية تعمل في الإمارة في مجالات متعددة كاستشارات هندسة السلامة والوقاية من الحرائق وإصلاح وصيانة الطائرات وخدمات تموين السفن ومقاولات البناء وغيرها. هذا ما أشار إليه رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة سعادة خليفة خميس مطر الكعبي، في حين قدم مدير عام الغرفة سعادة خالد محمد الجاسم عرضا عن سمات الاستثمار في الفجيرة. وركز الجاسم في عرضه أيضا على التطورات الحاصلة لجهة تحديث البنية الأساسية والنهوض بالمرافق الصناعية والسياحية والخدمية في الإمارة، مشيرا إلى أن ميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية إنما يمثلان القلب النابض للاقتصاد المحلي. رهان الإمارات على الثقافة والتسامح
يدعو إلى التفاؤل. اختتام النسخة الثالثة للقمة الثقافية أبوظبي 2019، حيث أكد مثقفون وسياسيون أهمية رهان دولة الإمارات العربية المتحدة على الثقافة من أجل تحقيق السلام والتعايش، مشيدين بجهود الدولة في تكريس قيم التسامح والسلام والحوار وتقبل الآخر، والتي توجت بإطلاق العاصمة أبوظبي وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب فبراير الماضي، وهو أمر يدعو إلى التفاؤل بالمستقبل. أشارت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة معالي نورة بنت محمد الكعبي إلى أن القمة الثقافية أبوظبي 2019 تجمع نخبة متميزة من صناع السياسات لمناقشة المسؤوليات الثقافية والتكنولوجيا الجديدة، وأيضا دور الثقافة في تعزيز الوعي بالقضايا العالمية الملحة وإسهام القطاع الثقافي في التغيير الإيجابي، لافتة معاليها إلى أهمية ما تطرحه القمة من قضايا وتساؤلات. كما أضافت معاليها أن التكنولوجيا أصبحت أداة ووسيلة في صناعة الفن، ونؤمن بأن الثقافة للجميع، وقد ساعدت التكنولوجيا على ذلك خاصة في كسر حاجز طبقة معينة تستمتع بقراءة مخطوطة معينة أو التعرف على تفاصيل لوحة لا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة، ولست متأكدة كيف أشعر بلوحة رسمتها ريشة الذكاء الاصطناعي في سوق الفن، لكن حان الوقت أن نسأل أنفسنا ما العلاقة بين الفن والآلة. الثالثة من القمة الثقافية ونتحدث عن التكنولوجيا وأيضا المسؤولية التي يجب أن نتحملها في الثقافة وبما يخص هذا العصر، من أجهزة، من ذكاء اصطناعي، من أيضا الجيل الخامس للاتصال. هناك الكثير من المناقشات، ولكن الأهم من ذلك ما هي روح الثقافة. روح الثقافة هي الثقافة يجب أن تكون متواجدة للجميع، الثقافة يجب أيضا أن تكون متواجدة في المدارس، وكيف نوصلها وكيف نستعين بالتكنولوجيا، ولكن نكون مسؤولين عن طريقة أيضا هذه الممارسة. أتمنى من هذه القمة، هناك أيضا شركاء من جوجل، من جوجنهايم، من إيكونوميست، المتخصصين في هذا المجال والمفكرين الذين أتمنى أن يسألون أسئلة لم يفكروا بها من قبل. التكنولوجيا لها دور في تشكيل المستقبل، سواء كان في الثقافة أو غير ذلك، إلى أيضا تقارب وجهات النظر، إلى النظر كيف إحنا نقدر نساعد ذلك في التعليم، في المتحف، في أيضا معرفة لوحة معينة، أو أيضا مشروع معين لإعادة أو بناء مبنى أثري. فالتكنولوجيا هي وسيلة ستساعد على ذلك، وأتمنى أن ننظر أيضا إلى ما هي الأمور التي يجب أن نتفاداها. يجب أن ننظر إلى أن نستفيد من الذكاء الاصطناعي، نستفيد من الجيل الخامس للاتصال بطريقة أيضا تسخر هذا القطاع. دولة الإمارات الحمد لله ثرية في المجهد الثقافي، كل إمارة لها دورها في إبراز ثقافة الإمارات بطريقة أو بأخرى، سواء في أبوظبي، في متحف اللوف،
في قصر الحصن، في قصر الوطن، سواء في متحف الاتحاد في دبي، سواء في بنالي الشارقة، سواء أيضا في متحف عجمان أو أم القيوين. هناك الكثير من القصص التي تشهد أيضا الجانب الثقافي وأيضا التراثي. وهناك أيضا المشهد الجديد مثل مدينة التصميم في دبي، وكيف أيضا التصميم له دور في المستقبل. المشهد الثقافي ثري جدا، إماراتي وعالمي، ونحن فخورين به جدا. أشاد رئيس بوليفيا السابق خورخي فرناندو كيروغا بما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة من خطوات تبعث على التفاؤل بالمستقبل، وهو أمر لا يرتبط بوجود النفط فقط، فهناك دول كثيرة لديها نفط لكنها لم تحقق النجاح الذي حققته الإمارات، بل ربما كان النفط سببا في الانقسام والصراع في بعض الأحيان. ووجه رئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه لويس التحية للإمارات على اختيارها للثقافة وسيلة لتحقيق السلام والتسامح ورعايتها لوثيقة الإنسانية وتنظيمها هذه القمة التي تمثل تجمعا هاما لحوار وتحالف الحضارات الذي يعد إحدى أهم أدوات الثقافة من أجل تحقيق السلام. إذن حرصت القمة الثقافية أبوظبي 2019 مشاهدين على طرح مختلف القضايا الملحة في عصرنا الحاضر، وجمع أكثر الشخصيات تأثيرا حول العالم من أجل توليد الأفكار وإيجاد الحلول وتعزيز التواصل والشراكات المستقبلية لمواجهة التحديات العالمية وأحداث تغيير إيجابي وحقيقي، بما يحقق التواصل بين أشخاص من مختلف الجنسيات والاتجاهات. إذن بمشاركة أكثر من 450 خبيرا ومتخصصا من 90 دولة حول العالم، ناقشت القمة الثقافية أبوظبي 2019 على مدى 5 أيام منصرمة سلسلة من القضايا والورش التفاعلية، تناولت موضوعات تتعلق بالفن والإعلام والتراث والمتاحف والتكنولوجيا. كما بحثت القمة مشاهدينا سبل تمكين المؤسسات الثقافية من المشاركة بصورة فعالة في معالجة التحديات العالمية وتسخير الإبداع والتكنولوجيا لتحقيق التغيير الإيجابي. للإضاءة أكثر على أجواء القمة تنضم إلي مباشرة عبر الهاتف السيدة إيمان محمد تركي، رئيس تطوير المحتوى الإعلامي في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وهي طبعا الجهة المنظمة لهذه القمة. حياك الله معنا، أهلا بك ورحب بك في برنامج من الإمارات. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. أهلا بك معنا في البرنامج. إلى أي مدى أستاذتي تسهم الثقافة بإنجاح وترسيخ العلاقات بين الدول، وأيضا نراها اليوم تخلق تحالفا حضاريا إن صح التعبير؟ مما لا شك فيه أن الثقافة هي أحد القوى الناعمة التي يمكن استخدامها لتكريس العلاقات وإقامة الحوار ما بين الشعوب. يعني إحنا شهدنا في العصر الحالي الكثير من التحالفات الدولية القائمة على التفاهمات الثقافية وتكريس الفنون العابرة للقارات ما بين الشعوب، وهذا وجدناه بشكل واضح من خلال المناقشات اللي دارت في ال5 أيام الماضية. نعم. عن موضوع المسؤولية الثقافية والتكنولوجيا الحديثة، هو العنوان الأكبر. صحيح. للقمة الثقافية. بما أنك جئت أستاذة إيمان على ذكر التكنولوجيا اليوم، التكنولوجيا تلعب دورا محوريا في بناء المجتمعات، يعني وهذا أمر نشهده يوميا، ولكن هل بات الحفاظ على الهوية الثقافية للشعوب تحديا، أم أننا بالفعل على أعتاب الحديث عن هوية شاملة في ظل هذا التطور التكنولوجي؟ أنا أعتقد أن الهوية ليست أمرا ثابتا، بل هي موضوع متحول ومتغير، يعني ويتبع الاختيارات الشخصية أيضا يعني للأفراد. وإذا نسأل عن التكنولوجيا أو دور التكنولوجيا في هذا الموضوع، أنا أعتقد أن
التكنولوجيا فتحت مجال كبير للتواصل الحضاري والإنساني ما بين البشر من أقصى الكرة الأرضية إلى الكرة الأرضية الأخرى. نعم يعني. نعم. وحتى أيضا مكنتنا من أن نشهد أحداث بعيدة عنا، أميال بعيدة في اللحظة الآنية، يعني مما أعتقد أنه يساهم في تشكيل وجهات نظر مفتوحة أكثر على الاختلافات ووجهات النظر. بالفعل القمة على امتداد 5 أيام قد ذكرت بالكثير من جلسات العمل وورش العمل والحوار والتساؤلات، أين كانت تكمن هواجس المشاركين أستاذتي؟ من الملاحظ أن هناك يعني تحديات مشتركة ما بين المجتمعات المختلفة. نعم. مثلا تمكين الفنون، مثلا هذا أعتقد أنه هاجس مشترك ما بين المشاركين في القمة الثقافية من أكثر من 90 دولة. فمثير للاهتمام أن توجد تحديات متشابهة، مثلا مثل ما قلت تمكين الفنون. السؤال الآخر اللي طرح هو عن حرية التعبير. اليوم كان في سؤال كبير عن حرية التعبير، وأن هذا الموضوع لا يرتبط فقط بالمجتمعات التي تعاني من الاحتلال أو من مشكلات حروب أو رقابة صارمة، أيضا في المجتمعات الأخرى التي تتمتع بقدر كبير من الحرية لا يزال هذا السؤال مطروح. نعم. أيضا نعم. إلى أي مدى سيدتي يمثل احتضان هذا النوع من التظاهرات الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة يعني تحريكا للمياه الراكدة الثقافية في وطننا العربي؟ القمة الثقافية أبوظبي الشيء المميز فيها أنها ليست مرتبطة بالحكومات، هي بالقدر الأكبر يشارك فيها المؤسسات الثقافية، المؤسسات التعليمية والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية، وأيضا الأفراد المؤثرين في الثقافة والفنون بشكل عام. فهي تبحث بشكل أعمق في الأدوار المطلوبة من المجتمع والمحركين الثقافيين وليس فقط الحكومات. وهذه هي المجتمع المدني، أيضا المجتمع المدني، الأفراد، المؤسسات المعنية بالثقافة. نعم. التحركات المجتمعية التي تصير، الموفمنت اللي في المجتمع، وكيف يمكن لها أن تتبنى وسائل وأدوات عملية لتحقيق تغيير إيجابي في مجتمعاتها. ومثل هذا النوع من القمم طبعا يساعد على تسهيل وتعبيد الطريق ربما للوصول إلى هذه النتاجات وهذه المخرجات، والإمارات باتت وجهة لمثقفي العالم. أشكرك جزيل الشكر السيدة إيمان محمد تركي، وحضرتك رئيس تطوير المحتوى الإعلامي في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. أهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا إلى فاصل نستكمل بعده ملفات. وسط زخم المشاركات لقرابة 150 فنانا ودور عرض محلية وأقليمية من 30 دولة قدموا من حوالي 3000 أو قدموا حوالي 3000 عمل فني، كانت النسخة الخامسة لمعرض فنون العالم في دبي في مركز دبي التجاري العالمي ضمن موسم دبي الفني لعام 2019، حيث تضمن الحدث احتفاء تعليميا ومعرفيا. كيف كانت الأجواء هناك؟ We'll be right back.
بشارك في الستاند بتاعي بعمل 5 قطع فنيه بالوان الاكريليك، بحب اتناول موضوعات تراثيه يعني من البيئه الاماراتيه بقدر الامكان، بحاول يعني الموضوعات تبقى واقعيه بس بشكل فيه الوان فانتازيا، ما بحبش اتقيد بالالوان الطبيعيه المعتاده، يعني راسم بورتريه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بحاول اغير من الالوان الطبيعيه البشره لان بيدي الالوان المختلفه، الالوان التناغم بين الالوان السخنه والالوان البارده بيدي نوع من الرمزيه والروح الشخصيه. هذه مشاركتي للسنة الثانية في معرض World Art دبي، وأنا سعيدة في هذه المشاركة أكيد، لأن هذا المعرض هو معرض مميز يجمع الفنانين من جميع أنحاء العالم لنلتقي في هذا المكان الرائع اللي نتبادل فيه الأفكار، نتبادل فيه الأفكار الفنية، نتبادل فيه التميز في كل شيء، لذلك الاستفادة منه بتكون على المدى البعيد. وهذا المعرض مستمر بإذن الله ونحن معاهم فيه لأن في فائدة على جميع الأصعدة. على مدى السنين والشغف بالرسم، عندي خبرة رسم لمدة 20 سنة، من طفولتي بحب الرسم، بحب الألوان، بحب أكون مبدع وأضيف أشياء جديدة للفن تبعي. طبعا عندي ستايل خاص اللي تقريبا 10 سنين عليه، الستايل بورتريهات، ستايل تكعيبي وفقا على ظلال الوجه، اختيار المكعبات يعني جدا شيء دقيق، طبعا شغل يدوي كله ليس كمبيوتر، التحكم بالريشة بيكون بالخط اللين سيدا، صعب جدا، لكن طبعا مع الخبرة مع الإمكانية صارت انه شيء عادي، لكن مثل ما تشوفون اللوح أجيبها بالضبط مثل الشخصية نفسها. طبعا عندي كمان حب للخيول، أحب الخيول، تفاصيل الخيول جدا، وعندي ستايل يعني خاص فيني اللي هو مثل بعطيك الصورة نفسها أو اللوحة 80% لكن أنت كمل عليها بذهنك وكيف ما أنت حابب تشوفها، بعطيك الأوتلاين تبع اللوحة وأنت كمل عليها. السنة دي طورنا كتير في المعرض وقدمنا حاجات مختلفة. المعرض فكرته الأساسية إنه هو الأسعار متاحة للجميع، أكيد طبعا مش للجميع بس للناس اللي هم عايزين يشتروا لوحات ويقتنوا فن، ما يبقاش متخوفين إن هم مثلا يروحوا أي معرض يلاقوا اللوحات بملايين، فهنا كل حاجة متاحة أسعارها، فالسعر يعني بيبدأ اللوحة من $100، فممكن أي حد اللي عايز يقتني لوحات يعني. عندنا حوالي 3000 بلس لوحات معروضة في جنسيات مختلفة من 30 دولة، ومش أقل من 160 فنان وجاليري بيعرضوا السنة دي، غير طبعا ورش العمل، غير ورش العمل والفنانين الجداد اللي جم أول مرة يجوا زي من اليابان، زي عندنا جرافيتي أرتست جداد، بين اير وبيور ايفل، دول اسامي كبيره قوي. مجموعه سينرجي مشاركه هنا من 31 فنانه من 21 دوله. رسالة مجموعتنا هنا إنه التسامح، المحبة، التعايش سوا مع بعض،
طبعا شاركنا هنا في World Art Dubai بمجموعة في 74 عمل، مثل ما قلت لك من 31 فنانة شاركوا فيه. أنا أعمالي مشاركة فيها أعمال بتتكلم عن المرأة بشكل عام، عن التراث وعن تعدد الثقافات والاندماج بين الحضارة، والتعدد الثقافات والاندماج بين الحضارة. لافت مشاهدينا هو اهتمام فنون العالم دبي بدراسة الأبعاد الاجتماعية عبر الفنون من خلال إقامة معرض جانبي تناول الفجوة فنيا. الآن ماذا لدينا في خاص البرنامج؟ جهود تبذل في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل حماية الحيوانات وحقوقها ومعاقبة من يسيئون إليها ويتعاملون معها بعنف، إذ أنها تعد من القضايا المؤثرة والمتعلقة بالبيئة والموروث الثقافي المستقى من الأحكام السمحة لديننا الحنيف وعاداتنا الاجتماعية الأصيلة. وعليه نشهد تطويرا لافتا للمنظومة التشريعية التي تضمن حماية الحيوان، قانون الرفق بالحيوان. على ما ينص هذا القانون وما هو نوع الجرم الذي قد يقع على كل من تسول له نفسه القيام بسلوك يسيء لهذا النوع من الكائنات الحية؟ الإجابة لدى سعادة المستشار سعيد مبارك الزحمي منضما إلي مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم سعادة المستشار. مرحبا وسهلا، عليكم السلام. يا هلا بك معنا. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. مساء النور والسرور. بداية سعادة المستشار، بدي أتحدث معك عن قانون الرفق بالحيوان. تضم لائحة القانون 9 مواد، لو توجزها لنا لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنت الحقيقة أستاذة ليالي يعني جبتي موضوع جدا مهم جدا، موضوع الرفق بالحيوان. طبعا كما نعرف أنه أولا واجب ديني وأخلاقي والتزام قانوني أيضا. نعم. بس ارتبط في أذهان الناس وفي عقول الشارع الرياضي بأن مسألة الرفق بالحيوان هي تهتم بها الدول الأجنبية فقط، وإحنا يعني كعرب دائما يمكن الأخوة يستهزئوا بأن الدول الأجنبية تهتم بهذا الموضوع، وهناك عندهم جمعية رفق بالحيوان وجمعيات تطالب بحماية الحيوان وما شابه ذلك. صحيح أنه هو الموضوع انشأ في بريطانيا بداية الأمر في يمكن من 1800 وحاجة، يعني ما يحضر التاريخ. نعم. ولكن ديننا الإسلامي الحنيف من 14 قرن أيضا اهتم في الحيوان، والله طبعاً سبحانه وتعالى عز وجل حقيقة نسب في الآيات القرآنية يعني أسماء الحيوانات لفترة طويلة جدا يعني في القرآن. صحيح صحيح. سورة البقرة والأنعام والنمل وما شابه ذلك. بالنسبة لمواد القانون، هل يمكن أن نوجزها بصورة عامة لو سمحت؟ بالنسبة لمواد القانون، نعم. دولة الإمارات كانت من الدول السباقة أيضا. القانون يشمل على 9 مواد. صحيح. يعني أنا أقول لك يعني دولة الإمارات هي من الدول اللي في 2007 صدر قانون اتحادي رقم 16، ثم تعدل بعد ذلك في 2016 بالقانون رقم 18 لسنة 2019. هذه المواد تنص على حماية الحيوان والرفق بالحيوان. بالنسبة لمربين الحيوان، نعم. وايضا بالنسبه للناس الاخرين ايضا الذي يتعاملوا مع الملحم بشكل عام. طيب ما هو نوع الجرائم التي شهدتموها استاذه، يعني والحالات التي مرت امامكم في هذا الاطار؟ كثير كثير من 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 الحاجات، لكن انا اتكلم على انه الناس
غير مدركه للمربين. خلينا نتكلم عن المربين لان القانون نص على هل من حالات لافته تجاوزات يجب التوقف عندها؟ طبعا كثير من التجاوزات تحصل بالنسبه للحيوان وخاصه في عند المربيين، يعني المربي الذي يربي حيوانات ياتي بناس من الجنسيات الاسيويه اللي يرعون هذه الحيوانات، وهؤلاء الاشخاص يعتدوا على الحيوانات اعتداء، سواء اعتداء غير اخلاقي او قله اهتمام في الحيوان ايضا. كيف تم التعامل مع هذه الحالات؟ يتعامل معها القانون يعني بامر حازم ونص صريح في القانون في الماده 14 على ان العقوبه تصل الى الحبس سنه والغرامه 200,000 درهم في حاله الاعتداء على الحيوان او في حاله الاهمال ايضا. انا اتكلم عن نقطه الساده بالنسبه الى المربين، المربي ايضا القانون اعطاهم، يعني كثير من الناس ما تعرف انه ممكن تربي حيوانات ولكن تهمل هذه الحيوانات، تهملها كيف؟ ما توفر لها المأوى المناسب، صحيح، او المأكل والمشرب، نعم، والرعايه الصحيه ايضا، حتى النظافه طبعا، الرعايه الصحيه والمأكل والمشرب، وايضا الاهم من ذلك نص القانون في احد مواده على انه اذا كان المربي لديه حيوان مصاب بمرض لا يستطيع ان يترك هذا الحيوان برا. كثير من الناس مهمله الشغله هذه، كثير من الناس تقول الحيوان اذا اصيب بمرض خلني اطلعه برا واتركه في الشارع. القانون يعاقب على هذه النقطه بالذات، لانه لا يجوز ان تترك الحيوان سايب، هناك جهات مختصه يجب ان تستعي بهذا الحيوان. هذا الموضوع هام جدا ويحتاج الى مزيد من التبحر، وهو شائك بطبيعه الحال، وكنت أول الموسع أكثر إلى مواد القانون، وربما لكن في اللقاءات المقبلة بإذن الله تعالى. أود أن أشكرك جزيل الشكر سعادة المستشار سعيد مبارك الزحمي منضما إلي مباشرة عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المداخلة. أهلا وسهلا، أهلا بك معنا. مشاهدينا الآن دعونا نذهب إلى إمارة الشارقة، حيث الوجهة الأولى لدعم وتوجيه ملكي ومربي الكلاب. طبعا أتحدث عن مركز الشارقة لرعاية الكلاب التابع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الإمارة، الذي نظم مؤخرا جلسة نقاش للكشف عن تفاصيل الاعتماد الدولي للمركز من قبل المنظمة العالمية لأصالة الكلاب ومنظمة جيرمان شيبرد. تم إنشاء مركز الشارقة لرعاية الكلاب في سنة 2016 قرار مجلس التنفيذ رقم 28. يختص المركز بتوثيق سلالات الأصيلة وإصدار شهادات النسب وعمل عضويات لمربي الكلاب في الدولة وإقامة العروض والمسابقات المحلية والدولية وفق الاشتراطات العالمية للمنظمة العالمية FCI والWSF. تم الاعتراف من منظمة الWSF في السنة الحالية، ويعتبر مركز الشارقة لرعاية الكلاب المركز الوحيد المصرح في إمارة الشارقة وفي دولة الإمارات لإصدار شهادات النسب المعتمدة من قبل FCI، حيث تعتبر هذه الشهادة رسمية تمكن مربي الكلب بالدولة، الكلاب الأصيلة بالدولة، من إرسال كلابهم والمشاركة في أي مسابقات داخل الدولة أو خارج الدولة، وكذلك إصدار شهادات نسب للناتج المحلي أو للإنتاج المحلي الذي يقوم به مربي الكلب. الاعتراف الدولي تم بعد زيارة من المنظمة العالمية للمركز والاطلاع على المعايير المتبعة في حفظ السلالات وطريقة التسجيل بالمركز، ويعتبر المركز الوحيد في دولة الإمارات المرخص عالمياً من قبل FCI والWSF. شروط الإنتاج بدولة الإمارات والتي يتبعها المركز هي نفس الشروط المطلوبة في المنظمة العالمية FCI والWSF، حيث يجب على مالك الكلب أن يكون عضو في مركز الشارقة لرعاية الكلاب، وأن يتم تسجيل الكلب وعمل تصريح الإنتاج للكلب. يجب أن يكون الكلب خالي من أي عيوب في الجينات والمفاصل والأسنان،
حتى يجتاز اختبار ومتطلبات الإنتاج. بعد أن يتم عملية الإنتاج يتم توثيق الناتج، يقوم الحكم بزيارة المربي لتسجيل الجراء المولودة وأخذ عينات الـ DNA، عينات الدم، لإرسالها للبنك الموجود في ألمانيا، وتأكد من مطابقة الجراء للأب والأم. بعدها يتم إصدار الشهادة، شهادة النسب للكلاب، مما يمكن مربي الكلب من تصدير الكلاب هذه المولودة لأي دولة أو بيعها بشكل رسمي لخارج الدولة أو داخل الدولة. نتحدث أكثر بخصوص شهادة النسب وأهميتها. شهادة النسب تعتبر وثيقة رسمية صادرة من مركز الشارقة لرعاية الكلاب ومعتمدة دوليا من المنظمة العالمية FCI. تحتوي شهادة النسب على اسم الكلب ومواصفاته وسلالته، كذلك تحتوي على الجيل الأول والثاني والثالث والرابع من الأب والأم والأجداد. عملية توثيق النسب مهمة جدا لكل مربي يحاول أن يقوم بتطوير السلالة الذي ينتجها، حيث من شهادة النسب يمكن معرفة مدى أصالة الكلب ومدى مواصفاته المميزة. تعتبر شهادة النسب وثيقة رسمية معتمدة من مركز شارقة لرعاية الكلاب، وموثقة أيضا ومعتمدة من المنظمة العالمية FCI، حيث أن كل كلب صادر أو مصدر من قبل المربي لخارج الدولة ويحمل شهادة النسب يستطيع المشاركة بأي مسابقة عالمية خارج الدولة أو يسجل في الأندية التي تتبع FCI خارج الدولة. شهادة النسب تحتوي على مواصفات الكلب واللون والحجم وسلالته بالإضافة للأب والأم والأجداد. نصيحة لكل مربي كلاب أو أي مالك جديد يحاول يقتني كلب جديد، يسأل عن شهادة النسب. شهادة النسب هي الشهادة اللي تعطي قيمة للكلب وتعطي أيضا مصداقية لمدى أصالة الكلب. إذن ابحث عن شهادة النسب. مركز الشارقة لرعاية الكلاب التابع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية يسعى إلى تحقيق برنامج تسجيل وحفظ السلالات الأصيلة عبر خطط وبرامج يتبعها منذ نشأته، وذلك من خلال الأنظمة الخاصة بعملية الإنتاج وتنظيم المعارض المحلية والدولية. الآن إلى موضوع آخر، هو تناغم في لوحة أزلية بعيدا عن تدخل الإنسان وعبثه. هذا ما يمكن أن أصف به المحميات الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي بقيت لتحفظ للطبيعة توازنها. الإمارات العربية المتحدة دورا كبيرا في التركيز على المحميات الطبيعية، حيث وصل عدد المحميات الطبيعية المعلنة في الدولة بموجب قرارات رسمية وفق القوانين والأعراف الدولية المعتمدة إلى 15 محمية موزعة على 6 محميات برية، وهي
محمية الوثبة في أبوظبي ومحميات ند الشبا حتى الخوانيش والمنطقة العازلة لحديقة المشرف والعوير في دبي. ويصل عدد المحميات البحرية إلى 7 محميات، وهي الياسات ومروح في أبوظبي التي اعتمدت ضمن شبكة منظمة الأمم المتحدة للتنمية والعلوم والثقافة اليونسكو لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي، وأيضا محميات سير بنعير في الشارقة ومحميات العقة ضدنال بدنال فوجيت في الفجيرة. كما توجد محميتان معلنتان رسميا للحياة الفطرية، إحداهما في جبل علي في دبي والأخرى الثورة في خور عجمان. وأربعون محمية غير معلنة رسمياً، منها 32 محمية برية و14 محمية بحرية، 23 محمية في أبوظبي، ومحمية واحدة في دبي، ومحمية في الشارقة، و3 محميات في رأس الخيمة، و4 في أم القيوين. ومن أشهر هذه المحميات سير بنياس في أبوظبي ومحمية المال برية في دبي. المحميات الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة على درب التوازن البيئي. في أمان الله.